السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء في فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية، لأنه بيحدث غالبا لكل الناس وممكن يسبب مشاكل كتير في البيوت. أنتوا سامعين الصوت ده؟ ده صوت الشخير أو سنورينج. كل التفاصيل هنعرفها ولكن بعد الفاصل، انتظرونا. الشخير هو صوت أجش أو خشن بيحصل من الأنف أو الفم مع التنفس عند النوم، بسبب انسداد جزئي في مجرى الهواء لعملية التنفس، وقد لا يخلو منزل منها. تقريبا هذه العملية بتحصل لكل الأشخاص من وقت للآخر، ولكنها قد تكون مشكلة مزمنة عند بعض الأشخاص. الرجال أكثر عرضة للإصابة بالشخير، وأحيانا قد يدل الشخير إلى الإصابة بحالة طبية خطرة. والشخير نوعين، شخير من الفم وشخير من الأنف. الشخير من الفم بسبب التنفس من الفم، والشخير من الأنف بسبب صعوبة التنفس من الأنف والفم. الأسباب: وجود أمراض معينة بالأنف تعمل على انسداده، مثل اعوجاج جزئي أو كلي بالحاجز الأنفي، أو تضخم في الغضاريف الأنفية، أو لحمية الأنف، أو زيادة حجم اللحمية الموجودة خلف الأنف والجيوب الأنفية، تضخم اللوزتين، نزلات البرد، حساسية الأنف، السمنة الزائدة، ارتفاع ضغط الدم أو السكر، الحرمان من النوم لفترات طويلة، والجهد البدني وإرهاق المريض وشعوره بالتعب. فعندما ينام في هذه الحالة يصدر منه الشخير، وفي هذه الحالة ليست بالضرورة أنها ستصبح عادة عنده. من ضمن الأسباب التدخين والنوم على الظهر. وبالنسبة للعمر، كلما تقدم العمر تضيق الحنجرة أكثر ومجرى التنفس. عندما ينتقل النائم من النوم الخفيف إلى النوم العميق بيحصل الشخير، وبيبقى ممكن يبقى فيه تاريخ عائلي أو توقف النفس الانسدادي أثناء النوم. عوامل الخطر: انقطاع النفس أثناء النوم أو توقف النفس الانسدادي. المضاعفات: إزعاج لنوم الشريك أو النوم نهارا بسبب قلة النوم ليلا، أو الإحباط أو غضب متكرران، زيادة احتمالية ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مشكلات سلوكية في التعلم لدى الأطفال، أو زيادة خطر حوادث السيارات بسبب قلة النوم ليلاً وتوقف التنفس. التشخيص: بناخد التاريخ المرضي وسؤال الشريك، وبنعمل فحص مجرى التنفس والأنف والحلق، وبنعمل أشعة عادية على الأنف، وبنعمل أشعة مقطعية أو رنين على الأنف ومجرى التنفس، وممكن نعمل منظار على مجرى التنفس. العلاج: تقليل الوزن، تجنب تناول الكحول والمهدئات وبالأخص قبل النوم بساعتين على الأقل، والنوم على أحد الجانبين، وتجنب النوم على الظهر. بنرفع رأس السرير، وتجنب الحرمان من النوم والحصول على قسط كافي من النوم 7 ساعات على الأقل، والإقلاع عن التدخين، ومعالجة احتقان الأنف أو انسداده، علاج حساسية الأنف، علاج التهاب وتضخم اللوزتين بالمضاد الحيوي والجراحة، علاج اعوجاج الحاجز الأنفي بالجراحة، استعمال لزقات أنفية توضع على عظمة الأنف للمساعدة على التنفس، وعلاج ضغط الدم والسكر. بكده نكون انتهينا من الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم، ودمتم في أمان الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.